ليلة المباراة، طبعا ليلة المباراة مهمة جدا للفريقين، سواء بقى للأهلي أو المقاولون. إن شاء الله كل التوفيق لفريقنا. كل لاعب بيركز، كل لاعب أكيد بيشوف هو تعامل إزاي في المباراة الأخيرة وبيحاول يطور من أدائه، عشان طبعا إلى حد ما لو إحنا بنتكلم إن في عملية حفظ من اللاعب اللي ممكن يكون بيلعب قدامه أو بيتعامل معاه في نفس المركز، فبالتالي إزاي تتفوق عليه لازم بقى بشكل مختلف في أدائك في المباراة اللي بعدها، خصوصا لما يكون المباراة لسه بقى لها يومين ثلاثة، لازم الأمور تبقى مختلفة في الجزء الأداء. أعتقد الشكل الخططي كمان بالنسبة للنادي الأهلي ممكن هيختلف، وبالنسبة أيضا للنادي المقاولون. هنتكلم في هذه الجزئيات طبعا مع نجوم مصر ونجوم النادي الأهلي، كابتن ماهر همام نجم مصر وصخرة دفاع النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني. كابتن فاروق، اهلا بيك حبيبي. عندنا صخور دلوقتي كتير، احمد حجازي عندنا، لا ما شاء الله، حاجه جميله. نور كابتن نجيب وسعد سمير ونور فاروق طبعا، وبرحب كابتن فوزي سكوتي. طبعا كابتن فوزي سكوتي طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي، واحد من اللاعبين المميزين ايضا في تاريخ الكره المصريه. كابتن منور، كابتن محمد فاروق جميل، والكابتن ماهر طبعا حبيبي، سعيد ببقى اتمنى موجود معاكم. تحياتنا كابتن ليكو، واحنا بنبقى سعداء ان احنا بنشوف يعني تاريخ الكره القدم في النادي الاهلي موجود معانا في هنا في سواء في الاستوديو النهارده وبكره، بيبقوا متواجدين نجوم كتير. احنا النهارده بنتكلم كابتن على المباراه الغد وليله المباراه، لكن خلينا قبل ما نروح نتكلم النهارده في كان في اجتماع واحنا بنتكلم على جمهورنا ودخوله واحنا بالنادي، وكابتن فوزي كان بينادي من فتره واحنا كده كنا هنا، وحضرتك برضو دخول الجماهير في الفتره القادمه ان شاء الله من خلال تحديد رقم معين. هو رقم طبعا لو هنتكلم على جمهور النادي الاهلي لا يليق، ولكن هي بدايه مبشره في عوده الجماهير. 300 فرد هيبقوا متواجدين، كاس مصر هيبقى بالجمهور ولكن بنسبه معينه او عدد معين على حسب سعه الاستاد. ايضا السنه الجايه هيبقى بنفس الموضوع، في ان شاء الله جمهور، ولكن خليني اقول لك البدايه يا كابتن بتشوفها ازاي بالنسبه للقرارات اللي اتخذها اتحاد الكوره من خلال لجنه الانديه يا كابتن؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو طبعا قرار حكيم يعني كنا مستنيينه من فتره طويله جدا محمد، عوده الجمهور يعني المنظومه ككل ماشيه ما شاء الله، يعني اتحاد كوره، مجالس اداره الانديه، اجهزه فنيه، لاعبين، الا الجمهور. الجمهور هو اللي بيعمل لنا الحلاوه في الاداء، والجمهور عامه جمهور مصر والنادي الاهلي بالاخص بيبقى ليه رونق خاص وليه طعم، فيه هتافات ودخلات والوان وتيشيرتات والكلام بقى اللي بيتكتب، واخد بالك انت، في تشجيع اللاعبين يعني، او مخرجنا بيرد علينا طبعا بالشكل والاداء المتميز لجمهور النادي الاهلي، الاعلام بقى الاحمر والابيض بيبو بيبو بيسلم عليك ويوريكوا جمهورنا. لا الله ينور عليك يا بيبو، والله شبابنا الحلو يعني، ده شباب حاجه جميله شباب والله، رائع، بيحب فريقه يعني، بيحب تواجده بيحب فوزه ومعاه الحلوه وعلى المره، حاجه جميله كانت. وبعدين يا فاروق انت بتشوف المنظر ده فوزي، جسمك بيقشعر يعني بصراحه، جسم الواحد بيقشعر، بيحس كده ان فعلا ان ملاعبنا من غير جمهورنا الحبيب بالوان واطياف واسره المصريه، الراجل واسرته والزوجه والبنت والولد والشاب، فهتافات بشكل منظم، جمهور مثقف عنده وعي بشكل كبير جدا، لما بيبدا يحس ان فرقته محتاجه التشجيع في ظروف او في ضرب في الاداء، بيبدا يشجع بقى بهتافات اللي هم متعودين عليها، شعارات النادي الاهلي الكثيره اللي بتحفز اللعيبه. واحنا شفنا محمد حتى يمكن في مباراتنا الافريقيه، النادي الاهلي لما بدا يوصل للسيمي فاينل، بص جمهور النادي الاهلي عمل ايه؟ زحف الى الجزيره وملى طبعا مدرجات النادي الاهلي، وبدا يهتفوا من بدايه المدير الفني واخد بالك واعضاء الجهاز الفني الاداري والطبي، وبعدين اللاعبين، حتى يمكن حارس عامل غرفه الملابس نال من الهتاف لجمهور النادي الاهلي. فعايز اقول لك ان جمهور النادي الاهلي ذواق، جمهور النادي الاهلي بيعشق الفنان الحمر، بيعشق ناديه، هو مساند بشكل كبير جدا مع اللعيبه والاجهزه الفنيه ومجلس اداره النادي الاهلي في معظم بطولات النادي الاهلي حققها، اذا كانت افريقيه او محليه او قاريه. فنتمنى طبعا عوده الجمهور زي ما انت قلت كده، خبر جميل، ويمكن النسبه انا شايفها ان هي قليله محمد، لكن وبالنسبه للانديه الثانيه يعني عاديه يعني، لكن الجمهور النادي الاهلي والجماهير اللي هي الانديه الشعبيه اللي عندها جمهور كبير يا كابتن. فنتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله ان الاعداد تزيد بعد ما الناس تبدا تاخد ثقه، ويبدا يبقى في نظام وشكل موجود في مدرجات ملاعبنا، جمهور بيمتثل ويلتزم بكل التعليمات اللي كانت قبل كده سببت لنا يمكن مشاكل. ارجو طبعا ان الجمهور يبقى عنده وعي وخلاص، احنا كابتن بصراحه يعني مش عايزين نخسر حد تاني يا محمد، كمان في تغليظ للعقوبات وفي
قانون رياضه وقانون الشغب موجود يا كابتن فوزي متواجد. ومنها اكتر حاجه ممكن كمان اللي ممكن تضايقك ان الجمهور لو عمل حاجه النادي هو اللي هيتضرر. يعني ده ماتش الاهلي واتلتيكو والشكل الرائع اللي كان موجود، الاحتفاليه الجميله اللي كانت موجوده يا كابتن، حاجه رائعه. دايما وانا بقول ايه يا شبابنا اللي بتحب فريقك بالظبط، خليك ملتزم، ولا انت مش راح هتغلط في مين ولا هتغلط في لعيبه ولا هتغلط، اللعيب اصلا مش سامعك ولا يعني الناحيه الثانيه مش سامعينا، انت ركز مع فريقك وزي ما بنقول على الحلو والمره معاه، دي حاجه جميله. لكن شكل رائع، الابتكار بقى وان انت تبقى كرييتيف عشان تشجع فريقك وتوصل معاه ان الناس تنبهر بوجود الجمهور ده. واحنا كنا بنروح نقول ايه يا جمهور، بص جمهور البايرن عامل ازاي، بص جمهور اسبانيا البرشلونه عامل ازاي، الريال عامل ازاي. لا احنا عندنا جمهور النادي الاهلي جمهور كبير جدا جدا، وايضا بيعمل بيبدع في يا كابتن في دخلاته، بيبدع في شكل تشجيعه للفريق. ولكن خليني اقول لك يا كابتن، احنا البلد الوحيده اللي ما عندناش جمهور، فتخيل ووصلنا لكاس العالم، حاجه كمان مش حلوه في حق الكوره المصريه. فنتمنى ان كله يتكاتف بعوده 300 ثم عدد اكبر واكبر واكبر لحين الامور توصل بقى لطبيعتها كابتن ان شاء الله كابتن فوزي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لما تتفرج يا كابتن ماهر وكابتن محمد فاروق على المنظر اللي احنا شايفينه ده، والله تحس انك انت داخل يعني مسرح. اوروبا يا كابتن. لا مسرح، يعني مش داخل ملعب ماتش كوره، يعني داخل مسرح والناس قاعده ومتفقين كلهم وبينوروا الانوار لما النور يطفي ويفتحوا الموبايلات والحاجات دي كلها. ده حاجه يعني تدينا مؤشر ان الجمهور بتاعنا جمهور مبدع برضه، بيحب قوي الحاجات دي جدا، بيحب الفرق بتاعته، بيحب يروح يشجع، يروح يحتفل زي ما قلنا، بيروحوا التمرين بيحبوا يتفرجوا على اللعيبه بتاعتهم، يطمنوا على مستوى اللعيبه بتاعتهم. كرنفال بيبقى يعني الكرنفال ده تعتبر جميع الدول العربيه مشتركه فيه، يعني حاجه جميله طبعا بتبقى مفرحه للواحد. فنتمنى كابتن محمد، ويمكن النهارده قرارات اتحاد الكوره يمكن اتخذت على اساس ان هو برضو في بعض الانديه كابتن محمد فاروق قالت لك احنا هنظلم لو رجعنا الجماهير، خاصه الفرق اللي هي في بتنافس على الهبوط، فقال لك لو الجماهير دخلت دلوقتي هتاثر علينا. ده اللي الناس اتكلمته، يعني رؤساء الانديه اللي حضروا او المندوبين عنهم اللي حضروا النهارده في الاجتماع كانوا بيتكلموا على اساس ان هيبقى في ظلم جامد، لان جماهير النادي الاهلي، جماهير نادي الزمالك، جماهير الاسماعيلي، الاتحاد السكندري، النوادي الشعبيه دي كلها هتلاقي كلها ضغط على اللعيبه نفسها. فهم قال لك نكمل الموسم زي ما احنا كده وخليها 300 فرد، يعني 300 واحد ده يعني معناها اللي هم الاعلاميين، يعني لو دخلنا مجموعه الاعلاميين والصحفيين والمصورين للكاميرات واللقاءات القنوات كلها اللي بتصور هتلاقي اكتر من 300 اللي موجودين. يعني فنتمنى يعني زي ما قال الكابتن ماهر ان ماتش الكوره اللعيبه لما بتلعبه والجماهير موجوده بيفرق جامد جدا. وبنشوف المستوى لما راحوا لعبوا في كاس السوبر ولعبوا في الامارات، وشفنا الجماهير المصريه الجميله اللي حاضره هذا اللقاء، وشفنا اللعيبه ازاي بتبقى بتادي بمستوى اعلى من مستوى عدم وجود من الجمهور. يعني المستوى يعني يمكن لو شفنا ماتش المقاولين اللي فات ده كابتن محمد وكابتن ماهر، ماتش المقاولين اللي فات ده مستوى الاهلي ممكن اقول لك 40% لو الجمهور ده حاضر هتلاقي مستوى الاهلي ده فوق 90%. صحيح. 80-90% هتلاقي مستواه عالي جدا، اللعيب بيسمع الاهات، بيسمع الجماهير بتنادي عليه، بتسقف له، لو ما لعبش كويس برده بتبقى فيه زمزقه بس بتشجعه على انه يبتدي تاني يجتهد ويبقى كويس. فنتمنى ان الجمهور ده يعني بيدي الحياه لكره القدم. صحيح. بيدي حياه للعيبه، للمستوى، رفع المستوى. يعني لو جبنا لعيبه العالم كلها لو لعبت بدون جمهور هتلاقي مستواهم، انا معاك، هيلعبوا بس هيهبط، مش هيبقى المستوى بتاعهم الجميل. لكن انا لما بلعب وبادي وبلاقي يعني التشجيع وبلاقي الناس كلها والجهاز الفني والجهاز ومجلس الاداره والناس دي كلها بتتابع بشغف وجود الجماهير. لكن لما ادخل الاستاد او اي ماتش كوره والاستاد ما شاء الله ياخد 80-90 ألف متفرج، والاقي مثلا 10 او 20 واحد او 30 300 500 قاعدين، اللعيب بينزل لما هو بيسخن. قلنا الكلام ده كده يا كابتن محمد وانت طبعا جربته والكابتن ماهر طبعا جربنا، لما انا باجي انزل اسخن والاقي الجمهور قاعد عدل وبيشوفني وانا نازل اسخن، وتلاقي نفسي لو تعبان شويه او كسلان شويه او النهارده هتلاقيني بفوق واسخن كويس. فوجود الجمهور ده نتمنى يا كابتن ماهر وكابتن محمد فاروق بجد يعني ان نرجع الصوره بتاعت الجماهير، لان دي في صالح الكره المصريه، خاصه احنا داخلين على كاس عالم. صحيح. اللعيبه محتاجه اتعودها ان يبقى في جمهور.
يعني اللعيبه بتاعتنا متعوده يبقى في جماهير عريضه هتبقى في كاس العالم من جميع الجنسيات قاعده بتتفرج. فاحنا بنتكلم يا كابتن انت على الجمهور وعايزين محمد صلاح تاني، عايزين احنا محمد صلاح تاني يبقى في جمهور لازم لازم. يعني خلي بالك هي منظومه موجوده وجزء منها جمهور اللاعب والاداره والاجهزه الفنيه والتحكيم و و و جزء منه الجمهور، عشان في الاول وفي الاخر ما هو اللاعب هيبدع ازاي ويبقى لعيب جامد ازاي ولاعيب كويس ازاي. لو شفتك محمد لو استخدم محمد صلاح كابتن بيحرز هدف مع ساوثهامبتون في دقيقه 41 ويعني بيرفع اسمنا مره يعني ما شاء الله عليه ربنا يزيده. يعني بص يا كابتن محمد وجود الجمهور يا كابتن ماهر في ماتش المنتخب اللي كان في برج العرب، تخيل بقى شوف محمد صلاح لما وقع على الارض وزعلان وبيقول للجمهور يعني بشجع يعني بيقول للعيبته يلا وفاضل خلاص يعني الحكم ما فيش ويجي ضربه جزاء. عدم وجود الجمهور لو ما كانش في جمهور او بنلعب بجمهور ما كانش يبقى في الدافع ده او الحافز ده، اللعيبه اللي قصادهم بتلعب براحتها، الحكم بيلعب براحته مفيش لقطه اللقطه دي بيبو. بجد يعني بتدي درس للاجيال والله يا كابتن ماهر. طبعا عز ما هو يعني ان دخل فينا جون التعادل ده هيبعدنا عن كاس العالم. بص قام على طول ربنا برضو اداله يحق قوم يعني واخد بالك والمنظر الفوزي بتاع الولد اللي في المدرج انا بكيت والله يا محمد والله اول مره ابكي على كره القدم والدموع دي المنظر اللي جه ربنا كسبنا طبعا بعد الجول التعادل اللي في مباراه الكونغو الولد اللي كان في المدرج واللي كان بيبكي ده جميل جميل يعني كان لو كان في المدرج كان هيتجنن بصراحه كلنا بكينا يعني فعلا مشهد الصراحه بطمن عليه بعد الماتش قصرنا لا انا بكيت مش انا بكيت صراحه. بص اللقطه دي محمد صلاح مع الجمهور والربط بالظبط كانت ربط مهم جدا جدا عشان كده وانتوا بتتكلموا على الجمهور يعني مهم جدا تواجده ده. انا ببارك لمحمد صلاح يعني ما شاء الله ربنا يا رب يزيده كابتن وعمل اسيست في الجول الاول وهدف ليه اعتقد يعني محمد صلاح رايح بالكوره المصريه لمكانه مختلفه وشكل مختلف يا رب كلنا ندعي له طبعا يا رب. خلاص ليفربول بقى من الانديه المتابعه متابعه جيده جدا من الجماهير المصريه بيتكلموا على ماتشات مصر يعني احنا بنقول هنلعب مش عارف اورجواي هنلعب السعوديه هنلعب مش عارف هم بيتكلموا على محمد صلاح بيقول لك محمد صلاح في منتخب مصر مع زمايله طبعا الموجودين كلهم لانه كله تيم ورك يعني طبعا كلهم مع بعض شوف فوزي هنا بيشوف هنا بص يا كابتن بيقول للناس بيقاتب الجمهور بشكل ازاي والهستيريا اللي حصلت له صحته يعني طول حياته فربنا يديله الصحه والعافيه والله يا رب بجد ويبعد عنه الاصابات ربنا يوفقه يعني جميل فخر لمصر الصراحه يعني. اذا عوده الجمهور ان شاء الله 300 فرد في كل مباراه لكن ان شاء الله نتمنى انها تزيد وتزيد ان شاء الله لان وجود الجماهير زي ما احنا قلنا هو جزء من منظومه كره القدم يعني تاثيرها بشكل كبير مهم جدا على اللاعب وعلى شكل كره القدم المصريه. واحنا رحنا كاس عالم يمكن الامور الكره المصريه ما كانش فيها جماهير لكن طبعا كان موجود الجماهير في مباريات المنتخب. لا اعتقد ان احنا في ظل وجود جماهير مره اخرى بالشكل وصلنا كاس عالم اللي احنا عملناه الامور هتبقى مختلفه للكره المصريه في الفتره القادمه. كابتن ماهر يعني انا برضو الواحد مش عارف يروح بعيد عن الشكل اللي احنا شايفينه ده كانت مباراه اتلتيكو طبعا كانت حاجه جميله جدا جدا جمهور النادي الاهلي كان جميل جميل فعلا في هذا اليوم ودائما يا رب يكون سعيد بوجود فريقه في المقدمه والشكل اللي احنا بنشوفه في الدوري ممتاز وان شاء الله بطوله افريقيا ترجع لينا مره ثانيه وازدهار في كره القدم ودائما يا كابتن طول ما النادي الاهلي ماشي بشكل كويس منتخب في ازدهار في الكره المصريه وحتى لو احنا بنتكلم على اقتصاد كره القدم في مصر مرتبط والله بالنادي الاهلي عشان بس ما حدش يقول ان احنا متحيزين لا ده حقيقه دي حقيقه ولازم يعني نقر بيها النادي الاهلي طول ما هو في حاله عاليه اقتصاد كره القدم المصريه ماشي بشكل عالي ايضا على كل العصور يا فوزي يا محمد بصراحه يعني شفنا يمكن مع كابتن حسن شحاته لما صحيح. كان النادي الاهلي واقف على حيله اكتر من 8 لعيبه 9 لعيبه موجودين في الفرقه الاساسيه ثلاث مرات بيفوز ببطوله كاس افريقيه ويمكن عايز اقول لك كمان يا محمد ان احنا وصولنا كاس افريقيا السنه دي كان برضك الجمهور كان عامل اساسي ومساند بشكل كبير جدا للعيبه منتخب مصر ولو وصلنا برضك لكاس العالم لو تلاحظ ان احنا في كل مبارياتنا مع المنتخب الجمهور هو اللي بيساند اللعيبه هو اللي بيحفز اللعيبه هو اللي بيفضل في ظهر اللعيبه لاخر دقيقه يعني حتى يمكن احنا 1-1 مع الكونغو في مباراه الكونغو الاخيره الشهيره وبعدين ضربه الجزاء اللي اخذها تريزيجيه وسجلها محمد صلاح برضك الجمهور حافز الجمهور طبعا يعني الجمهور اللي بيدفعك صحيح. للامام هو اللي بيديك الثقه صحيح. هو اللي بيديك الطمانينه وبعدين عندهم وعي وصبر انه مستنيك لاخر دقيقه
عارف ان احنا في اخر دقيقه نقدر نجيب ضربه جزاء، نقدر نجيب جول، نقدر نجيب كره ثابته. فانا بحيي جمهور مصر وبخاصه جمهور النادي الاهلي. طبعا كابتن محمد، بس اللقطه اللي فاتت دي لما بتلعب مع فريق زي اتلتيكو مدريد والماتشات دي بتتذاع بره والجماهير دي موجوده، بتدي صوره عن مصر، ان مصر امان. بالظبط اللي انت بتتكلم عليه الناحيه الاقتصاديه طبعا، برضو بتساعد الامان ووجود الجمهور قدام فرقه زي اتلتيكو مدريد موجوده في مصر، بتقول للعالم كله اهو وبص الاحتفال وبص يعني مصر امان. يعني مهما يكتبوا يقولوا مصر مش امان ولا بتاع، المنظر ده لازم نستغله كويس قوي يا كابتن ماهر. وكمان بنحارب الارهاب، مباراه اتلتيكو كان شعارها ضد الارهاب، ضد الارهاب يعني لا الارهاب. فانت النهارده كمان ضد الارهاب كمان، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يعني ربنا تنزع صراحه، يبارك الجيش المصري والشرطه المصريه طبعا، وربنا يا رب يحميهم في سينا 18. ان شاء الله العمليه اللي بتقام حاليا، نتمنى كده ان شاء الله باذن الله التوفيق لمؤسستين الكبار الجيش والشرطه اللي حامين مصر خلال الفتره السابقه. خلينا بقى نروح لمباراه الغد يا كابتن، وقبل ما نروح لمباراه الغد لازم من يومين ثلاثه او من ثلاث ايام كان في مباراه المقاولون ايضا، في المباراه المؤجله من الاسبوع السادس. هقول لحضراتكم بس يعني عشان نسترجعها ونشوف الشكل اللي كابتن حسام البدري اتعامل معاه، وهل هيكون بنفس التعامل في مباراه الغد ولا هيكون عامل ازاي. طبعا النادي الاهلي لعب بتشكيله ابتدت بمحمد الشناوي في حراسه المرمى وصابر رحيل ومحمد نجيب ومحمد هاني واحمد فتحي، ده خط الدفاع، وهشام محمد وعمرو السوليه في خط الوسط، وعبد الله السعيد وباكا وجونيور اجاييه وامامهم وليد ازارو. ده تشكيله فريق النادي الاهلي في مباراه المقاولون اللي كانت من يومين في الاسبوع، او المباراه المؤجله من الاسبوع السادس في الدور الاول. ايضا المقاولون العرب لعب بتشكيله محمود ابو السعود في حراسه المرمى، وحسن الشامي ومحمد سمير وخالد عبد الرازق واحمد علي في خط دفاع، خط الوسط رامي عادل وتورج جبرين وويليام، وامامهم محمد فاروق واحمد علي وطاهر محمد طاهر. ده تشكيل الفرقتين في المباراة الأخيرة أمامهم بكرة كابتن. يمكن نسبة الاستحواذ بالنسبة للنادي الأهلي كانت بنسبة 60% في هذه المباراة. دائما النادي الأهلي بيلعب على حتة الاستحواذ، ولكن الشكل بكرة بالنسبة للنادي الأهلي تقريبا مفيش تغيير في القائمة نفسها. طبعا باسم علي إصابة، بقية اللاعبين اللي كانوا مصابين سواء علي معلول أو اللاعيبة اللي موجودة كإصابة مش موجودين طبعا في مباراة الغد. ولكن كابتن حسام بقى البدري هيتعامل إزاي في مباراة ممكن يكون الخصم كان متواجد معاه من يومين او ثلاثه، فاكيد في بعض الامور الخاصه بالتكتيك الخاص بالنادي الاهلي ممكن كابتن محمد عوده كان خلاص فهمه عرفه تعامل معاه بشكل ما. بص يا محمد، يعني احنا بتاريخنا الماضي كده مع المقاولين العرب، حتى يمكن من الاحصائيات انت قلت ان النادي الاهلي بيتفوق بشكل كبير جدا، يعني يمكن 48 مباراه فوز للنادي الاهلي مقابل 6 مباريات فوز للمقاولين العرب، و15 مباراه يمكن متعادلين في حته المباراه التعادل 15 15. يمكن الاهداف يمكن النادي الاهلي 117 هدف، ويمكن للمقاولين 38 هدف، وفيهم نتيجه كبيره كمان يمكن كان احمد بلال بيشارك فيها 6-2، يعني من ضمن النتائج الكبيره اللي احنا فزنا فيها على المقاولين بشكل كبير. واحنا قلنا يمكن في الماضي ان احنا حتى يمكن ايامنا كانت اللقاءات اللي بينه وبين المقاولين كانت لقاءات قويه جدا، لان كانت بتشمل يمكن المقاولين كان عنده حوالي يمكن 6-7 طبعا 7-8 لعيبه من اللعيبه المميزين، حمد نوح، الشيشيني، عبوده، نصر يمكن محمد اللي مات الله يرحمه، محمد الجون الاولاني يا كابتن ماهر، ده الجون الاولاني يمكن لمباراتنا مع المقاولين المباراه السابقه، ودي جمله من ضمن الجمل محمد اللي هم متعودين عليها بشكل كبير جدا. اي حد بيروح على الخط افضل حاجه بالنسبه له ان هو بيرجع للراجل اللي جاي من تحت. لو معانا الشغل الجرافيك بتاع الجون ده وتنفيذه يا بيبو، واحنا بنتكلم على المباراه الاخيره والهدف الاولاني، يا ريت تجهزوا لنا، لان برضه مهم جدا شغل جرافيك ونشوف من فوق كده والشغل الانتشار. بص دي جمله هنا اليمين وبعدين باقه طبعا اتصرف بشكل كبير جدا، ان هو يمكن احمد فتحي قاتل بشكل كبير في الجزئيه ديت، وقدر انه يستخلص بشكل جيد، وبعدين عمل باص جميل جدا للمندفعين من الخلف. بقى يمكن اجاييه كان موجود في المنطقه المؤثره مع باقه، ودي جمله من ضمن الجمل اتحضرت بشكل جيد متعودين عليها اللعيبه. وبعدين فتحي برؤيه جميله وبنظره كده بطرف عينه شاف ان باقه يمكن موجود في مكان مثالي بالنسبه لوجود رجل راس الحربه على القايم الاولاني، عملها له ببطن رجله، قدر باقه انه يسجل هدف من الاهداف الجميله. الهدف ده محمد يمكن كمان في رد فعل جميل، رد فعل هجومي، في رد فعل هجومي للمهاجمين بيقدروا يستغلوه في احراز الاهداف، وفي رد دفاعي للمدافعين بيقدروا يشتتوا
في الحاجات اللي فيها خطوره بهذا الشكل. لكن يقظه لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده فيها ازارو، اللي موجود فيها عبد الله السعيد، اللي موجود فيها اجاي، اللي موجود فيها احمد فتحي، اللي موجود فيها هشام محمد، كانت جمله من ضمن جمل جديده علينا، يعني ضربه راس وبعدين طيران من باقه يصلحها بدماغه لازارو عشان يسكنها في الشباك، ادي تصويبه من السلية وبعدين ضربه راس وبعدين ازارو اللي هو عنده يقظه وعنده تحرر وعنده تنبؤ بالكوره في الاماكن الخطره، قدر يسكنها في الشباك بوش رجله بشكل جميل. فدي جمله من ضمن الجمل كانت جديده علينا، رد فعل سريع في وسط مدافعين نادي المقاولين اللي هم عايزين يشتتوا، عايزين يستخلصوا الكوره بشكل بسرعه. لكن زي ما قلنا مهاره لعيبه النادي الاهلي، وده الهدف الثالث طبعا واضح انه جمله جميله بين عبد الله السعيد واجايي اللي بيعتبروا الاثنين اخطر بلاي ميكر موجودين واخطر مهاجمي النادي الاهلي في التلت الهجومي، اللي بيعملوا مشكله على دفاعات المقاولين او كل الفرق. عبروا دبل باص بشكل جميل، ادي واحد وبعدين ردوه له بوش رجله الخارجي، ثنائي رهيب، ثنائي. وبعدين بسن الجزمة عبد الله قدر ان هو يحطها بشكل سهل جدا. عايز اقول لك يا محمد ان احنا الجانب الهجومي عندنا في سهوله في الاداء، في ارتياحيه، في ثقه من لعيبه النادي الاهلي. وزي ما قلت لك الخطيرين او اللي بيمثلوا خطوره بشكل كبير جدا اجايه ويمكن عبد الله السعيد، وطبعا احمد فتحي بالنسبه للاطراف، ازارو بالنسبه للعمق الهجومي. عايز اقول لك ان لعيبه النادي الاهلي تحس انهم بيلعبوا المباراه دي هم استمتعوا بيها، ثقه كبيره جدا، وفي استمتاع بشكل جاي زي ما انت قلت. طبعا طبعا حتى الفرقه الثانيه يعني كل فرقه هتقابلك دلوقتي محمد شايله همك وعندها يا عيني حاجه تقيله على صدر كل لاعب. وانت بتقول بقى شايل همك، عايز اروح بقى كابتن فوزي المقاولين العرب يبقى شايل هم. لا هو المقاولين العرب يعني انا كنت متوقع الماتش اللي فات المقاولين العرب هيعمل. قبل ما حضرتك بس تقول لي الجزئيه دي، اروح بس طبعا مهندس محمد عادل، طبعا الشخصيه الجميله والمشرف العام على كره القدم بنادي المقاولين العرب. باشمهندس مساء الخير عليك. اهلا، مساء الخير، ازيك يا كابتن؟ تحياتي لحضرتك كباتن الكبار. مش مهندس تحياتي، مساء الخير يا باشمهندس. كابتن ماهر همام، كابتن فوزي سبورتي، تحياتهم ليك. تاريخ كابتن ماهر، تاريخ، ربنا يخليك يا باشمهندس، ربنا يخليك. اهلا بيك واهلا بيك، منورين باشمهندس. يمكن هارد لك المباراه الاخيره امام النادي الاهلي، ولكن يعني اكيد الاستعداد للمباراه مباراه الغد ده هيبقى اكيد مختلف بالنسبه لنادي المقاولين العرب اللي المباراه لسه منتهيه من ثلاث ايام. هو طبعا ما فيش شك، انا يعني مين ما بيحملش هم النادي الاهلي؟ كابتن ماهر لسه قايلها. يعني مين ما بيحملش هم النادي الاهلي؟ ده في الظروف العاديه، فما بالك دلوقتي الاهلي ما شاء الله فايق قوي وقدم كره جميله، طبعا حاملين هم المباراه جدا، وربنا يوفقنا ونعمل حاجه. المفروض ان الاهلي مش محتاج المباراه، لكن للاسف الاهلي ما بيرحمش. مش محتاج ازاي يا باشمهندس؟ لا محتاجين قوي. جبت رد يعني خلاص، يعني معلش احنا مش عايزين نتكلم لغه الارقام، الدوري ما تحسمش، لا لغه الواقع الدوري اتحسم. وانا بقول تصريح من حضرتك طبعا مهم جدا، لان حضرتك واحد من الناس الخبرات في مجال كره القدم والاداره، لان الاداره هي اللي بشكل كبير بتحدد من خلال طبعا الخبرات الكبيره اللي حضرتك الموجوده في جزئيه الاداره، بتشوف الفيجن او الرؤيه القادمه بالنسبه للانديه. انا مش هتكلم كلام اللي هو، وانا عارف واضح ان الاهلي برضه دي ميزه فيهم، ما بيفوتوش فرصه مهما كان، ما بيطمنوش الا لا مش بعد بس ما النتيجه تخلص ارقام، لا الا بعد الدوري كله بينتهي. طيب فاحنا عاملين هم طبعا، خصوصا ماتشين ورا بعض. المشكله ان الماتشين بياخرونا جدول الدوري، لكن ربنا يسهل ان شاء الله بكره. لا والصراحه المباريات في الدوري ممتاز يعني سخنه جدا يا باشمهندس، والامور يمكن راحه جايه، لكن المقاولين الى حد ما الامور يعني في وسط الدوري او وسط الجدول، فبالتالي بالزبط. مفيش قلق، لكن ان شاء الله كل التوفيق. ولكن خليني اكلمك بقى على كابتن محمد عوده وكجزء فني، هل التعامل يعني كابتن محمد عوده بعد المباراه اتكلم ان التعامل مع النادي الاهلي في المباراه الاخيره كان الى حد ما مش ده اللي كان عايزه، وهيتعامل بقى بشكل مختلف في المباراه القادمه؟
شكل دفاعي اكتر مثلا ولا حاجه. مش المفروض ان هو شاف الاسلوب الاولاني اللي اتعامل بيه وجربه، وارد ان هو يغير طريقته، وارد انه يلعب بنفس الطريقه، لكن دي بترجع للمدير الفني. انا الحقيقه يعني ما استدخلش فنيات، لكن اي حد طبعا على الاقل هيبقى في تغيير في الطريقه او في الفكر. الطريقه اللي ما رجعتش مع بس ممكن. انا كنت سؤال يعني اتفضل يا باشمهندس. انا طريقه تنفع مع النادي الاهلي الايه يا باشمهندس؟ الايه؟ طريقه تنفع مع النادي الاهلي. ما انا بص والله انا سؤالي للضيوفي طبعا ونجومنا الكبار اللي موجودين في الاستوديو، ازاي انت كمدير فني تلعب قدام النادي الاهلي؟ هو بص في الاول وفي الاخر طبعا ما بيبقوش عايزين يغششوا المديرين الفنيين، لكن هي طبعا حاجه صعبه جدا لان عندك قوه هجوميه يا باشمهندس، هتلاقي من اليمين من الشمال من العمق، هتلاقي لعيبه الباكات بتطلع سرد، الباكات بتطلع كرات ثابته، يعني ما شاء الله، فحاجه جميله. انا عارف ان حضرتك محب للنادي الاهلي يعني دي انا عارف ان حضرتك محب. يعني ممكن نعمل حاجه بكره. لا مش عايزينكم تعملوا حاجه يا باشمهندس. يا باشمهندس احنا عايزين نخلص الدوري بدري يا باشمهندس محمد. هو ممكن يستعين بمحمد صلاح بقى. يستعين بمحمد صلاح يا باشمهندس. هو بيقول لك كابتن فوزي هو يستعين بمحمد صلاح. احنا طبعا كلنا مغرورين بمحمد صلاح. لسه جايب جول، ربنا يكرمه ان شاء الله. ربنا يحميه. طيب باشمهندس يمكن انا بتكلم على الجزء الاداري وحضرتك يعني ما شاء الله خبير في هذه الجزئيه، انتوا لسه مجددين بقى لبعض اللاعبين منهم توري جبرن لمده سنتين، دي حاجه يعني تحسب لحضراتكم طبعا ان انتوا عايزين حته الاستقرار حتى في اللاعبين بشكل كبير، غير الاستقرار الفني كابتن محمد عوده اهو مصرين عليه بشكل كبير، هو صراحه مدير فني رائع شاب مميز ان شاء الله يبقى من احسن المدربين في الفترات القادمه وعامل نتائج اعتقد انها مميزه جدا مع النادي المقاولين. بص يا كابتن محمد احنا دايما وانا بقول اهو الاهلي مثل ابتدى بيه كاداره. تمام. اداره الاهلي تتميز بالاستقرار، والادارات الناجحه كلها في اي مجال عمل اهم ما فيها الاستقرار والرؤيه المستقبليه. يعني ده نقطه مهمه جدا، الاستقرار احنا بنحسنه دايما، الرؤيه المستقبليه احنا من دلوقتي لو شايفين بعض لعيبه معانا ونقعد عندها لازم نكمل لها اللي كنا محتاجينها، او في اخرين بره برضو نبص عليهم لدعم الفريق خلال المراحل اللي جايه ان شاء الله. توفيق ليكم يا باشمهندس، لكن سؤالي بقى الاخير لحضرتك، تتوقع مباراه الغد كام؟ كام؟ اقول لك انا قلت كام بلاش كام دي. اقول لك انا اول يا طيب من حقك يا باشمهندس، طموح موجود لحضراتكم ان شاء الله، ودي هي المنافسه الشريفه. صح صح كلام مظبوط يا باشمهندس، واحنا سعداء بوجود حضرتك دايما معانا هنا في قناه الاهلي، واكيد الطموح موجود عند كل الفرق، ولكن طبعا القدرات والفكر وان انت بتنفذ تعليمات مدربك هي اللي بتفرق كتير جدا في الملعب. ده بشكر طبعا الباشمهندس محمد عادل المشرف العام على كره القدم بنادي المقاولين، شخصيه جميله، شخصيه محبه لفريق النادي الاهلي والنادي الاهلي، وزي ما بيتكلم حتى يعني باشمهندس بيتكلم حتى على الجزء الاداري في النادي الاهلي بياخدوه قدوه بالنسبه للادارات في الانديه، ويعني حته الاستقرار دي. المهندس محمد عادل الصراحه فعلا من الشخصيات الجميله. جميل. ومن الناس المحترمين جدا في المقاولين العرب، وعامل طفره فعلا في المقاولين العرب في الفتره اللي هم فيها. لان انا كنت بنتكلم انا والكابتن ماهر المره اللي فاتت، قلنا من ضمن يعني نعتبر المقاولين السنه دي عامل طفره كويسه قوي. يمكن السنه اللي فاتت كان بيعاني، ان السنه دي الحمد لله يعني بالظبط يعتبر الحصان الاسود هو الاسيوطي والكابتن علي ماهر محمد عوده في الدوري السنه دي. عاملين ماتشات كويسه، عاملين وجود كويس. هو طبعا زي ما قال هو كان نفسه ماتش الاهلي يبقى ماتش وبعدين في اخر الدوري يبقى الماتش الثاني يعني. لان برضه هيتظلموا، لان هو بيلعب بطل الدوري وبيلعب فرقه كبيره زي النادي الاهلي، فلما تلعبه في اسبوع واحد او في خمس ايام ماتشين يفقد منه كابتن محمد ست بنار جامده جدا. وبعدين زي ما هو بيتكلم يعني هو بيتكلم على النادي الاهلي كقيمه وقامه، كمجلس اداره، كاجهزه فنيه، كمنظومه. زي ما احنا اتفقنا ان النادي الاهلي مؤسسه كبيره، مؤسسه عارفين يديروها ازاي، بيعرفوا ازاي بيختاروا الاشخاص زي ما قلنا الموجودين دلوقتي. فعشان كده هي منظومه كل الانديه بتبص عليها. يا ريت نتمنى يعني يبقوا زي يعني ربع النادي الاهلي
هيبقى في طفره جامده جدا في كره القدم. فنتمنى لهم ان شاء الله بس بعد ماتش بكره يعني. يعني هو الراجل قال لك يعني بكره 1-0 مواليد والله الله اعلم، لكن لكن برضه كله فعلا هو زي ما حاجه كويسه لازم يحفز، بس هو في الاخر لا عنده سواء. خلي بالك بقى كابتن عنده يعني هو في الاول قال لك طب قول لي بقى اللاعب الاهلي ازاي، مفيش الا محمد صلاح يجي يلعب معاه بقى ان شاء الله ما يبقاش، يبقى بكره في احسن حالاتهم فرقتنا. لما بتبقى في احسن حالاتهم هو بقى اللفظ اللي يتقال، طب تلعب الاهلي ازاي لما بنبقى احنا. انت عارف بص يا كابتن محمد، يعني انا فوجئت فعلا يا كابتن ماهر، المقاولين اول بدايه الماتش حسيت المقاولين مش ده المقاولين، يعني نازلين اللعيبه نازلين يتغلبوا يعني فعلا، يعني الاحساس اللي جالي على طول مش دي يعني، حتى مش بيلعبوش اللعيبه فايقه كده. طبعا هم عملوا معاهم كل حاجه واتكلموا معاهم ازاي ماتش الاهلي وازاي يلعب قصاد النادي الاهلي وازاي الماتش ده يبقى الناس كلها بتتفرج عليك والاعلام وكله زي ما قلنا، لكن اداء اللعيبه بيختلف. يعني ممكن انت عارف يا كابتن محمد تملي النادي الاهلي لما بيجي لاعب الانديه في حته ده ما فيش جمهور كمان، ده انا بقول لك لو في جمهور كمان هتبقى زياده، ان هو عارف انه نازل مهما هيعمل مع النادي الاهلي يعني برضو في الحته بتاعت انه هيتغلب يوم ما يتعادل تبقى لا، لازم يكون في عنده الروح. انا مش عايزين نقول له كده طبعا، بس يعني اللعيب يبقى نازل يأدي قصاد النادي الاهلي زي اي فرقه. بس انا يمكن انت عارف يا كابتن ماهر احنا اتكلمنا المره اللي فاتت، الانديه اللي هي في عايزه تبقى في وسط الجدول او في الاول او في ضمن الاربعه ما يبصش على النادي الاهلي، مش لازم تكسب النادي الاهلي، العب بقى على اللي قبليك واللي بعديك زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، العب على اللي قبليك واللي بعديك. لا ليه؟ انه بيكسب يعني ماتش الاهلي 6 بونت ماتشين، يعني برده ده ممكن ياخره شويه، تلاقي فرقه ثانيه صعدت عليه. لكن هو لو بيلعب فرقه من في وسط الجدول او فوقيه او تحتيه من اي فرقه وكسبهم ب6 بونت يا كابتن ماهر بتعمل له طفره. الجدول الدوري دلوقتي يا كابتن محمد يعني ماتش المقاولين، انا مش عايز اتطرق لحاجه ثانيه بس ماتش المقاولين اللي فات يعني انا شفت عندهم لعيبه كويسه، يعني عندهم محمد فاروق لعيب كويس قوي، طاهر محمد طاهر لعيب صغير كويس جدا، عندهم ويليام وجبريل احمد علي الهداف واحمد علي طبعا احمد علي الهداف يعني عندهم مجموعه لعيبه كويسه صراحه، ايضا من اللاعبين الخبره، لان انا بقول لك عملوا ماتشات كويسه قوي قبل كده. بس انا عارف يا كابتن محمد برضو الواحد لما بنيجي نحلل عارف يا كابتن ماهر بتشوف الفرق اللي وصلها فتح الله جده وكابتن لا وجده كمان نزل ولعب يعني، بس انا بتكلم على ان نتائج المقاولين الماتشات اللي فاتت هتفرق برضو يعني معظمها تعادلات خصوصا يعني الثلاث اربع مباريات اللي قبل قناه، ما هي مهمه جدا قبل النادي الاهلي، ان انا لو كنت كسبت يعني لاعب الاتحاد 1-1 لاعب النصر 2-2 لاعب الاسيوطي 1-1 يعني دخل على النادي الاهلي اتغلب 3 الماتش بكره بقى ان شاء الله برضو يعني برضو يعني برضو امل ضعيف ان هو ياخد من النادي الاهلي فبتحس ان هو اللعيبه فيها ضغط جامد عليهم. فعشان كده احنا لما بنيجي نحلل بنشوف الفرق اللي قصادي نتائجها ايه، عم واقف على رجليها زي ما احنا بنقول النادي الاهلي ما شاء الله ونمسك الخشب انه واقف على رجليه. النادي الاهلي دلوقتي خلاص يعني الفرقه اللي تيجي تلعبه ما بيهموش بقى، بيلعب ان هو ده حاطط في باله او في كابتن حسام البدري والجهاز الفني وكله كابتن سيد عبد الحفيظ انه عايزين يكسبوا. وانا عجبني كابتن انت بتقول النادي الاهلي يعني الفريق والتيم كله بقى مين موجود مين مش موجود، بتلاقي كان بعض الجماهير ممكن تقلق تقول لك كابتن حسام بيغير مثلا ده مكان ده، لا تحس ان كل اي لعيب موجود الدنيا متميزه. وممكن كابتن كنت بتتكلم في جزئيه كمان ان وانت بتلاعب او كابتن محمد عوده نازل بشكل معين ولكن تحركات اللاعبين والشكل المختلف والمتطور في الاداء الهجومي بيخلي فيه اخطاء بالنسبه طبعًا للفرق الاخرى. انا عايزك يا بيبو بعد اذنك تجيب لنا بس الثلاث اهداف بالشكل الجرافيك، طبعا كباتن النصر يقدروا من خلال الشكل ده نحل ثلاث اهداف يبقى حاجه مميزه جدا. يعني اعتقد كابتن الهدف الاول متكرر جمله متكرره، الثاني متكرر، الهدف الثاني كمان انت مش عايز تطلع كره بره ال 18 ده معانا كده على الشكل كده كابتن، التحرك احمد فتحي على الهدف الاولاني متكرره الوان تاتش يا محمد اللي هي الظاهره الجميله اللي اضافه حسام بالنسبه للعبت النادي الاهلي في التلت الهجومي او نص ملعب الخصم، تحس ان تحضير وان تاتش وان تاتش وبعدين راحت لفتحي من ناحيه اليمين، ده اختراق من ناحيه الاطراف من ناحيه اليمين، فتحي رجعها لتحت لباقه اللي واقف في مكان متميز بشكل جيد جدا، يعني كان ممكن يلعبها بالعرض لكن المدافعين واقفين، يعني برضه خد بالك فيها صعوبه، يعني تحضيرها من نص الملعب، وبعدين
احمد فتحي اخترق بشكل جميل جدا بين السنتر باك وكمان على اصراره ولعبه حلو قوي كمان. لو لعبها بالعرض يا محمد, لو لعبها بعرض لازارو, في اثنين مدافعين واقفين من المولين يقدر يشتتهم, لكن هو خطورتها انك انت تنزل الباص ده لتحت الغير مراقب. بقى هو اللعيب الوحيد اللي قدر انه يبعد خالص عن الرقابه, واخد بالك, ويهرب خالص من المدافعين. كل المدافعين رايحين لفتحي هناك باصين على الكوره, فتحي قدر ان هو يبص بطرف عينه لقى المكان الامثل بالنسبه له. وهي دي جمله متكرره محمد وبتمرنوا عليها, انك انت لما توصل للخط لو لعبتها بالعرض الدنيا مقفوله ضيقه, لكن لما بتنزلها لتحت اللي تحت بقى جاي مهاجم زي باقا موجود, عبد الله السعيد بيكمل بشكل جيد, السوليه بيكمل بشكل جيد. يعني كل دي حاجات, بص, منورات من لعيبه النادي الاهلي شايفين وعايزين يضربوا التكتل الدفاع ده. فتحي هو المبادره من فتحي, بدات من فتحي من ناحيه الطرف بسرعه قدر يتعمل له باص من بين الباك والسرد باك, واخد بالك, فتحي بسرعه قدر نستحوذ عليها ويعملها ببطن رجله لباقا اللي جاي من تحت, واقف في مكان متميز. بنحييه على التمركز الجيد بالنسبه لباقا, وقدر ان هو كمان يعملها ببطن رجله. تعرف يا كابتن ماهر, استاذ عندك تعليق على الهدف؟ يعني لما تيجي نرجع تاني ونشوف يا كابتن محمد وكابتن ماهر التحركات بتاعت النادي الاهلي, خلي بالك الديفنس بتاع المقاولين العرب هتلاقيه بيبصوا على الكوره بس. ميزه النادي الاهلي يعني, بص, عبد الله هيعمل الكوره ويلم ويدخل جوه وبعدين يلم تاني, حطها لاحمد فتحي. احمد فتحي الصراحه المبادره عمل يا كابتن, ده الهدف. ده الهدف, بص, تحركه جميل جدا وخد الكوره وعدى من الباك التاني برضه ولعبها. بص البص بقى, بص هنا, بص هنا بقى, بص يا كابتن محمد, باقا وفين؟ مفيش حد خالص, مفيش حد من الديفنس. انا بس بيبقى عايزك ترجع بس, عشان يعني الكباتن بيتكلموا ان في تحرك مش اعتيادي او لا مش يعني, في تحركات طبيعيه وفي تحركات اللي بتخلق الهدف ويبقى غير اعتيادي. احمد فتحي هو عمل هذا التحرك يا كابتن فوزي من خلال التحرك اللي هو ممكن ياخدها على بره الطبيعي زي باك رايت, لكن هو عمل حاجه قطع وصل اسرع للمرمى. عبد الله باصص له شايفه بيتحرك القطعه ديت يا فوزي يا محمد فعلا في سكه الجول اخطر زي ما انت قلت طبعا. وبعدين عبد الله طبعا بباص متميز برؤيه جيده, عبد الله كاشف الملعب وكاشف وبعدين باقى في حته كمان فعلا صحيح. يعني باقى كمان وجاي من وراه, لو شفت كده يا كابتن ماهر بص ايه جاي من وراه يعني لو ما كانش باقى موجود يبقى جاي ولسه في الاثنين في خط النص بتوع المقاولين لسه راجعين بالظبط. يعني برضو تحركات النادي الاهلي ده يا كابتن ماهر, النادي الاهلي كمان هي دي ميزه النادي الاهلي فوزي, الكثافه العدديه اللي موجوده لمهاجمين النادي الاهلي بتكبرها زي ما انت قلت. لو عدت باقى هتلاقي اجاي هتلاقي عبد الله السعيد, يعني في تقدر تقول ايه نزعه هجوميه, كثافه عدديه, تحس ان لعيبه النادي الاهلي رايحه عشان تجيب جول. لعيبه النادي الاهلي عندها غريزه الاهداف بقت متوحشه بشكل جيد. وانت عارف ده في الدقيقه كام يا كابتن؟ ده لما اتعلم في الدقيقه التاسعه ده ادى مراحل للنادي الاهلي. تمام, بنقول النادي الاهلي لما عايز يسهل الماتش عليه اول ما ينزل اول ربع ساعه اول ربع ساعه, كان زمان احنا ايامنا كان يقول لك ايه كنا بنخلص فيها, لو اتاخرت شويه تلاقي في جول بالظبط. يعني بجد يعني يمكن احنا من ايامنا محمد, من ايامنا ربع ساعه الاولى, هو على التاريخ الكابتن كله الصراحه صراحه اول ربع ساعه, حتى يمكن مباراه القمه بيننا وبين الزمالك يعني اجيال بتوصل لاجيال يا كابتن المعلومه دي. التواصل ده جميل جدا بيننا وبين الاجيال اللي بعدينا واللي بعدينا. انت بتنزل قصاد فرقه كل همهم ان ما يجيش في جول, فلما تجيب في جول حتى هو لو عنده عايز بيهمد بقى هتلاقي المعنويات هبطت, يبدا يفتح ويبتدي بقى عايز يلعب يفتح. يعني اللعيبه برضو ما بتحس باللعب وبعدين التحركات اللي انا كنا بنتكلم عليها كابتن ماهر, فاكر المره اللي فاتت بالظبط اللياقه البدنيه يا كابتن محمد. اللياقه البدنيه ما شاء الله نمسك الخشب. انا قبل اللياقه البدنيه لسه عايز اقول لك حاجه محمد, ان كابتن عوده في المؤتمر قال انا اللي انا يعني اكدت على لعيبتي ان اول ربع ساعه ما يجيش فينا جول, خلوا بالكم وخلوا بالكم واشتغل عليها. وشاف النادي الاهلي اعداد الذهني, شاف النادي الاهلي مره ومرتين, وشاف التتم الهجومي الخطير بتاع النادي الاهلي. فعوده حتى كمان قال يعني انا اكدت على لعيبتي ان انا مش عايز يجي فيا جول في الاول عشان ما يحصلش الشكل اللي احنا شفناه. صحيح. كابتن ماهر زي ما احنا بنتكلم النادي الاهلي عنده زي ما قلنا عنده كذا منفذ, يعني بالظبط. يعني لو قفلت على اجاي, قفلت على عبد الله, هتلاقي احمد فتحي, هتلاقي صبري رحيل في الكلام ده كابتن. بس انا منفصل نرجع نتكلم طبعا على الهدفين بالنسبه لهدف وليد ازارو وهدف عبد الله السعيد نتكلم عليه, وايضا نتكلم بقى بكره عن بكره مباراه الغد. وكابتن بقى عوده يعني التحركات اللي بتحصل دي الله يكون في عونه, هيعمل ايه بقى فيها؟ لا لا لا, هيبقى نفس تحركات كابتن حسام بدري هيتعامل معاها بكره ولا تحركات مختلفه وشكل تكتيكي مختلف؟ خلينا نروح لفاصل وارجع اكمل كلامي مع ضيوفي في الاستوديو.
طبعا احنا عارفين ان منتخبنا الوطني ان شاء الله في مارس هيكون في معسكر بسويسرا ويتخلله مباراتين. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا. ويمكن الجهاز الاداري لمنتخبنا الوطني بيطلب ست او بيطلب جواز سفر لبعض اللاعبين منهم ايمن اشرف، احمد فتحي، سعد سمير، وحسام عاشور، وعبد الله السعيد. كل التوفيق لكل اللاعبين ان شاء الله اللي ممكن يكونوا منضمين لمنتخبنا الوطني من النادي الاهلي. كابتن، واحنا بنتكلم على الاهداف الخاصه بمباراه المقاولون وكلامنا مستمر عن مباراه المقاولون السابقه وان شاء الله تجهيز لمباراه الغد، يعني الهدف الثاني ايضا كان في ميزه ان انت مصمم على الهجمه، مصمم ان الكره ما تطلعش من على ال18 الا وهي في المرمى، وده كان باين جدا من وجود عمرو السولية، وجود هشام، وجود ازارو، وقتاله وعبد الله، وقتال برضو جاي على او سوري انا اسف باكا على الكره. وده في حد ذاته يوضح الحاجه اللي موجوده داخل لاعبي النادي الاهلي، ان انت بتعزز بهدف عشان تستريح، وده كان موجود من خلال الهدف. يا ريت يا بيبو ايضا نقدر نجيب الهدف ده من خلال الجرافيك والشكل اللي احنا عاملينه مع حضرتك كابتن. الهدف كابتن فوزي، كابتن ماهر، انت عارف يا كابتن محمد، احنا لما نتكلم على الهدف ده بيدي زي ما الكابتن ماهر قال دلوقتي، اللعيبه عندها تصميم وعندها اصرار وعندها جاهزيه فكريه، انه جاهز فكري ان هو مستعد للكوره. لما نشوفها تاني وهي بتتعد، الكرة رايحة راحت لعمرو السولية وطلع وخدها ولعبها بالهيد على طول. بص، دخل شوط وبعدين هتطرد، هيدخل في وسط اثنين، بص دخل في وسط اثنين وبيلعبها بهيده، باقة يلحقها، ده لازارو، ازارو على طول بوش رجله. ده بتدي برضو يعني ان اللعيبة جاهزة وواقفة، انت عارف يا كابتن مات؟ واقفة على رجليها، واقفة مستعدية، عايزين يعملوا حاجة فعلا، مع ان بتوع لعيبة المقاولين مش واقفين صح. يعني مع برضه الضغط النادي الاهلي، مع لعب النادي الاهلي، مع الجون الاولاني لما جه خلى لعيبه المقاولين العرب برضه ما بيمسكوش صح، ما بيمسكوش اللعيبه بتاعتهم صح، ما بيمسكوش الفراوده بتوع النادي الاهلي. بص الشوطه على طول رايحه، باقه واقف فينا محمد، بص يا كابتن مات واقف لوحده، وازارو بص واقف فين لوحده، يعني ما فيش حد ماسك، وواحد واقف احمد علي واقف جنب محمود ابو السعود. يعني بص وقفه لعيبه المقاولين برضه، يمكن الكابتن عوده بقى احنا مش عايزين نغشش دلوقتي اللي بعد الماتش، يعني بص يا كابتن هيتكلم على الحته دي يا كابتن. زي ما انت قلت، يمكن المانع محمد من خلال الكورنر الاول، الكره الثابته. لو رجعنا كده بالمنظر هتلاقي المقاولين ايه؟ ماسك خلاص، مسافه ما اتلعبت كله على الكوره دفاعيا، خلاص كله بيبص على الكوره، كابتن بيبص للكوره زي ما فوزي بيقول، واخد بالك؟ وبدات لعيبه النادي الاهلي تضغط بتصويب من خارج ال 18، وبعدين برد فعل بضربه راس، وبعدين باقة بضربه راس، وبعدين اجاي سوري ازار واقف في حق الجول مواصلا بشكل جيد. يعني عارف تقدر تقول ايه؟ ان الهجمه محاوطين المنطقه، مصممين مش هتطلع من المكان ده الا لما ننهيها على المرمى. وحته كمان كابتن، حته وانت في الكورنر كابتن بيبقى في تعليمات للاعبين باماكنهم بالظبط، تمركزهم بالظبط، عشان الحته اللي هي ايه، لو الكوره مثلا خرجت لبره زي ما احنا شايفين كده عند السوليه، وجود باكا، وجود واحد على العرض القريبه، واحد في النص، واحد في العرضه البعيده، ما دي حاجات كنت بتعلمها لك طبعا. واضح قوي ان تركيز المقاولين العرب زي ما فوزي قال بعد الجول الاولاني، واضح ان التركيز قل، وبدا حته الرقابه تقل، التمركز تقل، الانتشار الدفاعي يقل. فالنادي الاهلي استغل الكلام ده، استغلوا طبعا بمهاره لعيبته، الكره الثابته جمله من ضمن الجمل اللي الكابتن حسام بيعودهم عليها، او فيها تريك يقدر نستغلها بشكل جيد. هو فكر يلعبها مره واحده داخل المنطقه، زي ما قلت لك كان في رقابه من مدافعي المقاولين، لكن بعد ما الكره اتردت بره ال 18 حصل نوع من الخلل بالنسبه لدفاع المقاولين. انت شفت كابتن ماهر اجايو واقف فين؟ جوه الفيكسيار، واقف لوحده، يعني حتى لو الكوره المفروض مفيش حد مراقب حد، يعني المفروض دفاعيا محمد زي ما بقول لك ان الهجمه تنتهي بره ال 18 خلاص، يحصل نقطه. بص جاي راح فين؟ بص جاي راح فين يا كابتن؟ لكن طبعا، لكن مع الاسف ان تنظيم موقف اصرار على اللعيبه برضه يا كابتن، موقف صعب جدا، ودي من ضمن ملاحظات الكابتن عوده اكيد هيسجلها، هيدونها عنده في اجندته، ويبدا يركز عليها ان احنا يا جماعه لازم الكره دي تطلع بره ال 18، بره ال 18 يحصل نوع من التشتيت عشان اضمن ما يجيش فيا جول بهذا الشكل. فدي نقطه من ضمن النقط اكيد المقاولين العرب هيتابعها بشكل جيد كابتن عوده مع لعيبته. لكن زي ما انت قلت محمد، الابداع والتفكير والجديد اللي موجود عليه لعيبه النادي الاهلي بيجبروا اي مدرب ان هو يخطئ، بيجبروا اي مدافع ان هو يخطئ،
ودي حاجه من طب انا عايز اسالك، هي الكره دي هدف من كره ثابته ولا دي متحركه كابتن؟ متحركه كانت كلها متحركه لغايه دلوقتي. تخيل كابتن لسه ما استفدناش من الكرات الثابته بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن عشان احنا متفوقين جدا في جزئيه التكتيك وانك تخترق الدفاعات من خلال الكرات المتحركه، ودي حاجه جميله. لا الكره الثابته كانت افتكر وليد سليمان كان لسه حاطط عبد الله السعيد، طبعا لسه حاطين بالشكل القوي والكافي. النادي الاهلي نسبته قليله جدا محمد، بس هو عالميا برضك محمد فاروق نسبه الكره الثابته عالميا من 3% 4% طول الشيء. مش اي فرقه برضه يعني لازم عندك ناس متخصصه بالك، يعني لو تيجي تحسبها كده هتلاقي ان عبد الله السعيد مثلا طول الموسم سجل 3 4 اهداف من الكره الثابته. انا مش بتكلم بس من اللي تتلعب مره واحده، انت عندك من الجناب، عندك من اللي فيها تريك ممكن تعمل الشغل ده ممكن يتعمل. ما زال احنا ما يعني ايه يمكن مش مستفيدين منها قوي يا كابتن ماهر، لان انت برضك عايز حد يكون بيلعب بدماغه كويس. انا شايف ان مروان عبد الله بيها عنده السنس عالي قوي لو احنا اشتغلنا يعني الامور ودماغه يعني في حاجات كتير ممكن لكن تعملها، لكن الحمد لله احنا بنكسب من غير الكورت سات. لا وان شاء الله ودورها جاي، خد بالك من ضمن الحاجات اللي انت لسه بتتكلم. وكابتن حسام يعني تمرينتين اللي شغال عليها بشكل عنده التركيز في الكوره الثابته، لان انت ممكن مباراه زي بكره ممكن تقفل، يعني واخد بالك بكره ثابته تقدر تفتح بيها. يعني انت لازم يبقى انت عندك استراتيجيه وانت بتشتغل مع لعيبتك، خصوصا في التدريبات الاخيره اللي هي قبل المباراه. الكره الثابته تاخد حيز حوالي يمكن ساعه من التدريب، منها الكورنر، منها الحاجات اللي اتكلمت عليها الفاول برضه. اقول لك حاجه، كان في لعيب عند انا لما احترفت تركيا، لعيب كان لوحده التمرينه لوحده حته الكره الثابته لمده ساعتين ملوش دعوه بينا، فالاهميتها تيجي بقى في الماتش جول بالظبط، زي حسام حسن وابراهيم حسن. يعني ابراهيم يعمل الكورسات لحسام وحسام يلعب بدماغه، او ابراهيم يعمل يروح ويروح معدي وشايف في مكان. كان ايام زمان بقى تعرف يا كابتن ماهر، هتلاقي كابتن حسام بدري برضه نفس الشيء، هتلاقيه شغال على الكور السابق زمان احنا ايامنا يمكن. زي ما انت قلت يا ماهر، انت ممكن واحده تدريبيه مهمه. لا لا بص يا كابتن محمد، انت ممكن في لحظه يا كابتن ماهر زي ما انت قلت الماتش يقفل منك، ممكن فاول يكسبك، كورنر يكسبك، يعني في حاجات في الماتشات. بس انت النادي الاهلي ما شاء الله نمسك الخشب، انه دلوقتي بيلعب كوره، الكرة الشاملة اللي زي ما بنقول عليها، تحركات في كل حتة، كور عرضية، كور راجعة من الباك واحد بيخطفها، القرارات اللي بتتعمل، الجناحين اللي عندنا اللي بيتحركوا، الباكين اللي ما بيطلعوا بيزودوا، نص الملعب بيتحرك يمين وشمال، أجايب ينزل وأزارو، تحركات يعني فعلا بتديك انك انت في حالة لو قفلت خالص، زي ما بنشوف في الماتشات مع الدول العربية بيلعبوا على الكور الثابتة عشان عايز يخطف كوره من النادي الاهلي او عايز يجيب جون في النادي الاهلي، بيلعب على الكوره الثابته دي كتير قوي، وبيحاولوا يعملوا فاول حوالين ال 18 عشان لما تتعمل زي ما شفناها في البطولات اللي قبل كده شفناها بيستغلوا. وفي يعني في فرق بتعتمد على الكوره الثابته دي، بعض الفرق بتعمل كده زي المصري، المصري حاليا عنده الحاجات دي مؤثره بشكل كبير جدا. كابتن حسام الكره التونسيه كابتن، الكره شمال افريقيا بيلعبوا عليها، بيلعبوا بينا علينا بشكل كبير جدا على الحاجات الثابته. صحيح فانت خطيره جدا بالظبط. فانت من ضمن التحضيرات يا محمد بيبقى عند المدرب الفني ده جزء مهم جدا، واللي ينفذه واللعبة بتنفذه، اللي ينفذه كمان يا كابتن ماهر، يعني مش حكايه بس انا هلعب كوره عرضيه كتير، لا هي اللي هينفذ الكوره دي عندك بالظبط، اللي يعرف يعملها لك كويس قوي. يعني بنشوف عبد الله بيعملها كويس، وليد سليمان بيعملها كويس، علي معلول بيعملها ما شاء الله حلو قوي، يعني فدي عندك المفاتيح. محمد عادل قال لك النادي الاهلي اكتمل فنيا وبدنيا وتكتيكيا وعنده لعيبه مؤثره بشكل جيد. طب نبص بقى على الجون الثالث يا كابتن، لان ده كلام برضو بيرتبط بكلام كابتن محمد عادل، هدف رائع يعني، هدف بيوريك يعني ما شاء الله، مش عايز اقول الكمال لله طبعا وحده يعني، ولكن هدف جميل وبيبين بشكل كبير جدا الثنائيات اللي موجوده والثنائي الخطير ما بين عبد الله السعيد وجوني اوزيكا. يعني واضح قوي الدبل باس محمد اللي اتعمل، وبعدين عبد الله ايه عمله من جوه لبره، وبعدين خد من اجاي، يعني بص اجاي كعب عامل ازاي، ايه العيب يعني كعب ان شاء الله بمهاره جميله جدا. وكان ممكن عبد الله يعكس الكره الناحيه الثانيه يعني عند باقة هناك، لكن عبد الله فضل ده المكان المؤثر القريب اللي نقدر نضرب فيه الدبل باص. بص محمد، بس الدبل باص انك انت بتضرب على اخر خط، تضرب على اخر لاعب، فعبد الله بذكائه شاف ان لعيبه المقاولين واحد بس اللي موجود محمد عادل، فضرب على 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 اللعيب ده. يعني انت من مواصفات الدبل باس او الوان تو الصحيح انك انت بتختار التوقيت. بص التوقيت، بص اهو على 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 لعيب واحد
اتنين في واحد يعني، حتى الاثنين واقفين على خط واحد فاعتبروا لعيب واحد. يعني شوف الذكاء بتاع عبد الله السعيد واجايه طبعا حطها وراهم كابتن اللي هو دي الكره الحديثه. بص وتحرك بالظبط تعرف احسن من كده يعني. بص يا كابتن ماهر انت لما تشوف كابتن محمد برده لما نشوف الكوره اجايه وعبد الله السعيد ثنائيه جميله جدا، في انسجام جامد جدا مع ازارو طبعا دايما النادي الاهلي عنده ثنائيه لا لا جميله. بص عندنا حسام فيليكس يعني اجايه جلبرتو قصدي مين اللي بركات ومتعب لا متعب كان جنبه مين اللاعب فلافيو طبعا فلافيو الحته الحته لازم تلاقي حته سمراء كده شويه واحد جلبرتو كان بيعمل لهم الكوره على طول طق على طول. لا هتلاقي الثنائيات النهارده ثنائي موجود دلوقتي مميز جدا عبد الله دي حاجه جميله. خلي بالك النهارده كنت بتفكر تمسك عبد الله دلوقتي انت النهارده زعلك اجايه فبقيت مشكله امسك مين ولا مين وبعدين طب وازارو هسيبه ازاي الاطراف حمايل عليها ازاي بتبقى عندك طبعا الله يكون في عون طبعا المدير الفني محمد عوده في المباراه دي السجان برده حلو قوي يا كابتن ماهر ان هو بيبدا يحضر يا كابتن فوزي. ما هو انت بتلاقي ثغره عايز تعالجها تلاقي ثغره ثانيه عايز تعالجها ثغره ثانيه تلاقي فين ولا فين مش هعمل ايه يعني في الجزء الخطر بالذات يبقى لازم يبقى على الاقل هيبقى رقابه الواحد ووراه بديل تمام عشان لو عدى من ده يقدر يلاقي ده. لو شفت يعني شوف الجون يا كابتن محمد كمان شفت الباكين يا كابتن ماهر رايحين على عبد الله وسابوا اجاييه يعني طب ما لازم عبد الله هيحطها لاجاييه يعني الاثنين مش واحد مع واحد لا الاثنين رايحين كده وهيتحركوا كده يعني ده برده ضمن الحاجه ده. بص لما نشوفها تاني يعني بص عبد الله عملها حلو قوي الاثنين في واحد بيعتبروا لعيب واحد لانهم على خط واحد هيتحركوا الاثنين برده كده تضرب بقى بص رايحين على اجاييه الاثنين رايحين على اجاييه يعني واخد اجاييه راح لعبها على طول لعبد الله السعيد بالنسبه لهم واحد يروح واحد مغطي عشان ما يتعملش الدبل باص يعني الدبل باص تقدر تعطله انك انت بتروح تضغط وبعدين زميلي بيبقى عامل كفر او مغطي بيديك فعلا فعلا بيديك يقول لك عندك امكانيات اللعيبه بتاعتك تقدر تجيب لك جول. خلي بالك يا محمد انت امكانيات والتدريب برضه عشان ما نفذش حق كابتن حسام. لا 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 طبعا لا 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 طبعا جزء التدريب يعني انت بتلعب على الشغل اللي هو الدبل باص والحاجات دي بتبقى المساحات الصغيره بص كل المنظومه دي من اول المدير الفني مدير الكره كل الجهاز الفني لغايه زي ما احنا قلنا كل اللعيبه لغايه العمال بتوع اوضه اللبس كلهم وبعدين كلها منظومه مجلس الاداره كله ده منظومه بتنجح زي كابتن محمد ان اللعيبه طول عمرها هي اللي بتعمل المدرب. يعني اللعيبه باللي احنا شايفينه اكيد اكيد باختيارات يعني بتكبر كلمه المدرب بتاعها لان اللعيبه دي عندها ذكاء في الوعي وعندها تحرك من دور كوره وعندها مهاره فرديه وعندها مرونه تكتيكيه. يعني انت النهارده بتتكلم في خطوط عريضه ان انا في الثلث الاخير عايز اعمل دبل باص او اعمل 1 2 يبقى هختار الوقت المناسب ازاي يبقى مدافع لوحده بس واحنا اتنين على واحد نقدر نعمل الدبل باص طبعا. فانت يعني الحاجات دي بيقولها كابتن حسام كخطوط عريضه في المحاضره اللي هي قبل المباراه. لكن الذكاء بتاع اللعيب والتمركز والاهتمام وزي ما قلت لك عندهم نشوه على حب الفوز و بص تعرف يا كابتن ماهر ضيع عملها بكعب رجله زي محمد يعني لا لا يعني امكانيات يعني امكانيات لعيبتك يا كابتن ماهر بالظبط ساعد بشكل كبير الامكانيات بتاعت اللعيبه بتاعت النادي الاهلي بتساعد المدرب بالظبط ان هو يبدع انه يبدع وانه يفكر وانه ينزل لعيب يعني صلاح محسن لما شفناه نزل دفعه برضه وكان ربنا كرمه لو كان الكره اللي جات له جاب جون كانت هتبقى برضه فتحه خير عليه فان شاء الله يعوضها برضه الماتش الجاي لكن انا بوريك انت امكانيات لعيبتك جميله فعشان كده المدير الفني بيبقى مرتاح المنظومه كلها اكتملت يا محمد واخد بالك ودخلت وبقى في وعي تكتيكي الناس هضمت طريقه اللعب واخد بالك ازاي بقى عندي التوازن الدفاعي من قدام خد بالك احنا اخطر فرقه بنبدا من قدام التوازن الدفاعي مش ورا التوازن الدفاعي بدايه الدفاع من الخط الامامي النهارده عندنا الخط الامامي عنده وعي كبير جدا في حته ان هو يضغط من قدام ان هو يستخلص ويستحوذ بيقلل خطوره على نص ملعبه بيقلل خطوره على خط ظهره فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي عارفها كابتن ماهر برضه ضمن كلامك ده ان عندك مكان السيرد باكين ده اصابات في خط الظهر دلوقتي كلها اصابات في خط الظهر حاجه تزعل لا بجد والنادي الاهلي برضه واقف ما بي يعني اي عشان انت ده يعني بتشتغل من قدام ما تديش فرصه انك الفرقه تخترق انت بتقلل الضغط على الفرقه اللي عليك فلما يعني علامه استفهام اصابه المدافعين يا محمد انا شايفها علامه استفهام حظنا بقى كابتن بصراحه يعني لا 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 هم مش موفقين فيها وحظهم وحش لكن المجموعه القدامانيه شايل عبء كبير جدا على نص ملعب النادي الاهلي وعلى بص دائما يا كابتن احنا الجزء الهجومي في النادي الاهلي هو الاقوى هو الافضل لكن هي بتفرق كمان ان الفرقه اللي قدامك كمان مش عارفه تتعامل معاك فالحمد لله مش عارفين يوصلوا للجزئيه دفاعاتك بشكل كبير يعني وحتى يوم ما انت اتغلبت من مصر مقصه
كان عندك افضل حظ وكان كنت افضل والثلاث شور 15 كوره جوان كتير ضاعت صح 15 كوره على شوطين جوان كتير ضاعت انت عارف يا كابتن محمد لما بتيجي انا لو انا مثلا مدرب فرقه مثلا زي ما كابتن محمد عوده مقاولين لما تيجي تلعب على النادي الاهلي هتمسك مين ولا مين ما هي برضه الله يكون في عونه مع انه عنده لعيبه كويسه طيب انا عايز اتكلم على ماتش بكره بقى كابتن يعني تشكيل متوقع مع هذا الكابتن ماهر يعني طبعا التشكيل اللي احنا قلناه اللي هو ابتدى بيه كابتن حسام البدري في المباراه اللي فاتت كان الشناوي صبري رحيل محمد نجيب محمد هاني احمد فتحي هشام محمد عمرو السوليه وعبد الله سعيد وباكا واجاي وليد ازارو كابتن ماهر وكابتن حسام حاولنا طول المباراه السابقه ان هو بيضيف اضافه او بيدور بشكل احترافي وزي ما قلت لك ان فيها عداله وشفافيه من الجهاز الفني ان هو بيدي كل الناس حقها فكل مباراه كابتن حسام بيختار التشكيله بيختار نوعية اللاعبين لهذه المباراة يعني يمكن أنا شايف بسبب الظروف طبعا الإجهاد والإصابات اللي موجودة عندنا يمكن ممكن يكون اختلاف واحد من المباراة السابقة حسب الظروف لكن أنا شايف إن هم دول المجموعة اللي ممكن كابتن حسام يبدأ بيهم يعني باكا المباراة لأن هو فرصة طبعا باكا بدأ ياخد ثقة وبدأ يسجل بدأ يهدف وهو برضك باكا من ضمن اللعيبه اللي عندها سرعات وعندها قوه وعندها مهاره فالكابتن حسام بيبدا يديله فرصته بيديله حقه يعني فانا شايف ان باقة هيبقى موجود بالنسبه للخط الامامي باقة وجايه ووليد ازارو وبالنسبه لنص الملعب المهاجم بقى عبد الله السعيد طبعا واجايه ناحيه اليمين ويمكن حسام عاشور ما يبقاش موجود يا كابتن هيبقى هشام وسوليا ولو حسام رجع حسام عاشور لو رجع لو سليم يعني يبدا بيه كابتن حسام انا شايف يعني واحمد فتحي ومحمد هادي ونجيب وصبري رحيل فده يمكن التشكيله المناسبه لمباراه المقاولين القادمه طيب. كابتن فوزي وهنشوف كده انت عارف يا كابتن محمد انك انت عندك دلوقتي محمد هاني في اصابه وباسم علي برضو في اصابه علي معلول صحيح وسعد سمير يعني زي ما قلنا اتفقنا على المكان ده بس كويس الحمد لله ان ايمن اشرف برضو ان رجع محمد نجيب موجود يعني برضو محمد نجيب من اللعيبه اللي الواحد بيقول ان هو سعد لما بحتاجه بلاقيه يعني فعلا ما الكابتن حسام بيتزنق بيلاقيه فعلا جددوا له سنه كمان يعني الصراحه يستاهل لا بجد يستاهل يعني فعنده الحته دي هيقدر محمد ركزت على محمد هاني خرج كابتن عشان هو في اصابه لا لا لا, لا محمد هاني محمد هاني كتر خيره كمان ان هو انه كان واخد على الجنب اليمين دلوقتي هو دلوقتي بيلعب في المكان السيرد باك بتاع الكابتن ماهر المحبب ليه مش اي واحد ينفع يا كابتن محمد يبقى سيرد باك ده ليه واجبات يمكن اكتر واحد بياخد واجبات في الماتش انه بيمسك الاخطر واحد في الفرقه اللي قصاده الفراوده اللي موجودين واحنا الحمد لله طبعا يعني في ظل اصابه محمد هاني رجوع ايمن اشرف ده برده ايمن اشرف يعني الحمد لله ومحمد نجيب والاثنين برده يقفلوا كويس جدا وبرده لان خلي نقطه بقى كابتن ودايما اللي بقولها محمد نجيب دائما عدلته شمال كسر دلوقتي كابتن ماهر ماشي وايمن اشرف شمال فدي بتبقى يعني عارف يعني ايمن اصلا مقلقه لمحمد أيمن نجيب اصلا كان اصلا شمال يعني لا انا بتكلم لكن تواجده في جزء يعني محمد نجيب بقى هي دي النقطه بس هو كابتن حسام بقى يظبطها على الاثنين يعني خلي بالهم يعني يعرفوا ازاي الاثنين يبقوا واقفين وبعدين عندنا يعني صبري رحيل لو هيبدا طبعا صبري رحيل برده نفس التشكيل واحمد فتحي جبهتين حلوين قوي ناحيه الشمال واليمين يعني الاثنين عاملين وممكن لو حسام عاشور هيبدا بكره هشام محمد ممكن يريح او عمرو السوليه وبدو عبد الله السعيد مش هيقدر يستغنى عنه طبعا في الماتشات دي وباقة هيدفع بيه واجاي طبعا وليد ازارو وعبد الله خلاص كابتن يعني اعتقد يعني هم الثنائي بيكف يعني بيرجح كفه الاهلي دايما في كل مباراه والله وانا مش عايز اجهدهم برضو مش عايزهم يبقى اجهاد الاثنين ماشيين يا كابتن لا ما شاء الله نمسك الخشب يعني هو يعني برضو كابتن حسام لما يحس لما يطمن على النتيجه قطعا هيبتدي يريح لان تلعب في خلال اربع ايام يا كابتن محمد ماتشين في ماتش مع المقاولين ممكن يكون وارد ان كابتن حسام انه غير كابتن وخلي بالك ان مش عايزين نقول نسهل الماتش مش عايزين نسهل الماتش يا كابتن ماهر بكره لو الماتش يبقى سهل طبعا لا طبعا ان المقاولين هينزل لا المقاولين بقى خلاص كده مش خسران حاجه يعني هو كده اقول لك انا كده لو هتغلب من الاهلي تاني خلاص يعني لكن هو عايز يحسن بقى من النتيجه ممكن يقول لك يعني شوف المهندس محمد عادل قال لك انا عايزين نكسب يعني كل واحد بيبقى عنده صحيح لكن لعيبه النادي الاهلي وكابتن حسام بدر طبعا هينزل بكره عامل حساب الماتش ده فكل اللعيبه برده مركزه ومركزين ان ياخدوا الماتش وزي ما قلنا كل ما تسهل الماتش في البدايه جون بسرعه جون او الثاني هتلاقي اللعيبه اللي قصادك بتسهل لك الماتش حتى بدل ما اللاعبين بيقفلوا المنطقه
وجوه ال 18 واقفين كلهم، لا يبتدي يفتح ويهاجم، فبيسهل لعيبه النادي الاهلي يلعب ماتش، يبقى ماتش جيم حلو قوي. لكن مهم جدا احنا بنتكلم يا كابتن، ان شاء الله ان شاء الله والبدايات، سيناريو المباراه بدايته تتوقعه ان يبقى في نفس الشكل بتاع يعني النادي الاهلي يعني بيلعب سيناريو نفسه بتوازن. يعني هل هيكون في البدايه ضغط النادي الاهلي واحراز هدف وتعزيزه، ولا زي ما قال كابتن فوزي كده ممكن مقولون العرب عايز يكسب؟ بص يا محمد، ما انت عندك شقين في الكوره ما فيش غيرهم، يعني انك انت وانت معكش الكوره بتهاجم، معاك الكوره بتدافع، معكش الكوره بتدافع، فانت النادي الاهلي بيعرف يتقلب للناحيتين. النادي الاهلي لما بتضيع منه الكوره زي ما قلت لك عنده توازن كبير جدا، الناس اللي قدام انهم بيدافعوا بشكل جيد، في له عبء على وسط الملعب وعلى المدافعين في حاله الاستحواذ، ده الجديد بقى اللي احنا شفناه. اول ما النادي الاهلي بيخش نص ملعب الخصم الوان تاتش بشكل مميز، الحركه من غير كوره زي ما شفنا التحركات بتاعت احمد فتحي على الجناب او الاطراف بشكل جيد، العمق نفس الكلام، بيبقى الضغط على الخصم بكثافه العدديه اللي احنا الجديد. يعني حسام في اضافات اتعملت من بدايه الدور الثاني محمد، شكلها واضح ومؤثر ودت طابع عالميه كده لفرقه النادي، حتى الناس قالت لك ان النادي بقى شبه برشلونه في حته الاستحواذ وحته الباص، هي اللعيبه حاسه كده برضه، واللعيبه حاسه ومبسوطه بهذا الاداء، وفي نفس الوقت بيحصل نوع من انك انت بتوفر مجهودك. صحيح. كل 3 4 ايام مباراه، فانت لما الكوره بس هي اللي بتعمل الشغل بيبقى في ارتياحيه بالنسبه للاعبين ومجهود مبذول، والاوقات اللي انت عايز تضغط فيها فوز عشان تقدر تجيب جول بتبلك الثغره. صحيح. تقدر تخش منها وتستغل. وبعدين رجالك بقى يعني رجالك وليد سليمان كمان، يعني وليد سليمان دخل كمان، واحمد حمودي وصلاح محسن، اكرم توفيق عجبني الماتش برده اللي كان لعبه، كان بذل فيه مجهود كويس جدا. فالكابتن حسام بدر قطعا النتيجه هتدي له ان شاء الله يبقى مراحل انه ممكن ينزل اللعيبه، عايز يشوف اللعيبه كلها يشاركها. وحسام مبسوط بقى محمد كمان فوزي انك انت مع النجوم، كوكبه من النجوم المحترمين طبعا اللي بيسعدونا، فانت كمان بيبقى عندك. صحيح. وانت شغال ان شاء الله كل التوفيق ليهم بكره كابتن فوزي. كابتن اتمنى ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن ماهر، شكرا كابتن ماهر، بجد بنستمتع بيك كابتن ماهر، كابتن فوزي نستمتع بيك محمد وكابتن ماهر، انا سعيد معاكم دايما يا رب ان شاء الله، وتوفيق للنادي الاهلي يا رب ان شاء الله. خليني اقول لكم بس نتائج الاسبوع 23 لغايه دلوقتي، الداخليه والاسماعيلي تعادل ايجابي 1-1، ووادي دجله وبترو جيت فوز وادي دجله 2-1، والانتاج الحربي يفوز على الاتحاد السكندري 3-2. طبعا بيصعب بشكل كبير مهمه الاتحاد السكندري، ووجود دلوقتي طبعا الاعتذار لمكيدة واعتذار عن تكمله المشوار معاه كنادي الاتحاد، ووجود كابتن محمد عمر مديرا فنيا لفريق نادي الاتحاد، ثم مباراه الاسيوطي والنصر وفوز الاسيوطي 5-1 مع مدير الفني المتالق كابتن علي ماهر، ايضا فوز الزمالك على سموحه. يمكن مباراه الغد ان شاء الله طنطا وطلاع الجيش والاهلي والمقاولون العرب، يوم الخميس ان شاء الله مباراه المصري البورسعيدي والرجاء من خلال الاسبوع 23. ان شاء الله بعد الفاصل هيكون معاكم الزميل الاعلامي محمد الجندي، واستكمالا لفقرات استاد الاهلي. استنونا ان شاء الله دايما باستمرار، ومعاكم السلام عليكم.